الخير يا أمين. صباح الخير يا سي السيد، من شر حسد إذا حسد ومن شر النفسات في العقد. عاملة إيه يا أمين؟ عاملة فضلة خيرك فول وطعمية وبيض. كل يوم فول، كل يوم فول، مفيش حتة جبنة ناقصني، مفيش حتة لانشو، الواحد خلاص قلبه اتحرق فول فول فول. معلش يا بابا، كنا قاعدين لوحدنا وما كانش في حد يقدرنا الطلبات، وانت عارف احنا ما بنبنش على رجالة يا بابا. والنطع ده ما بعتهوش يشتري ليه؟ كنت بنفخ التربوش بتاع حضرتك يا بابا عند العجلاتي. واخوك التاني بتاع حقوق انتساب اللي بيعورني كل سنة في 500 جنيه، فين هو امال؟ مات في المظاهرة النهاردة الصبح يا بابا. مات؟ خلاص يا أمينة، ما تعمليش حسابه في الغادة النهاردة. حاضر يا سي السيد، بعد إذنك يا أخويا كنت عايزك في كلمتين. خير يا أمينة، عايزة إيه؟ بلاتك يا أخويا جالهم العدل، جدعين اسم النبي حارسهم طول بعار. وانا هقدم لهم في كليه شرطه. خلاص انجازي، بيشتغلوا ايه؟ وائل يا بابا اللي منمر عليا بيشتغل كمصري في مترو الانفاق خط المرج فرع شبرا. وتامر اللي منمر عليا يا بابا بيشتغل سواقه على خط حلوان. وافق انت يا اخويا، وافق وهم هيبقوا يعملوا لك اشتراك، الجدعين شاريين. وانت بدل ما انت قاعد عمال بتحش كده، كل تشتغل اللي يشوفك يقول وزير معارف، وانت ما حصلتش كاتب في مدرسة النحاسين. والله يا بابا انا شغال تحت ايدي ستة زي حضرتك كده اهو. يا بابا خلصت الجبنة، خلصت الجبنة، وانت عارف ان مفيش لانشو. اضرب فول يا سي ساي. مش ضارب فول، انا خلاص هتكل على الله، اروح اكل في الديسكو. يا امين عايزه حاجه؟ طب والراجلين اللي طالبين بناتك دول؟ هقابلهم هناك في الديسكو. يلا سلام عليكم. يسترك ولا يفضحك، يكسيك ولا يعريك، اله يبعد عنك ولاد الحلال يا رب. اوعى ما قالت تبعد عنك ولاد الحلال، غبي غبي يعني ابن حلال وغبي. مع السلامه يا بابا. مع السلامه يا بابا. مع السلامه يا بابا. مع السلامه. يعني ايه ما عرفتش ترجعهم؟ انت مش فهمت الراجل ان احنا كل شويه هنعوز ناجر منه هدوم تمثيل؟ عندنا تمثيل بالهبل، هو كل حاجه ما تعرفش تعملها. والله يا دولا قلت له فهمته يا دولا، بس هو قال لي البضاعه المؤجره لا ترد ولا تستبدل. يعني ايه؟ يعني يبقى تمثيل وخراب بيوت؟ استغفر الله العظيم. ايه ده؟ النهارده عارضين فيلم عنتر ابن شداد. يالا الله يا دولا. انا طبعا بقى هعمل دور عنتر. ورانيا هتعمل دور شداد. لا يالا، رانيا هتعمل دور عبله. الله، يبقى انا بقى دولا صفصفت لي، هعمل دور شداد. شداد ايه اللي تعمل دوره؟ شداد ده ابو عنتر وما كانش ليه دور في الفيلم، ده مات من قبل ما عنتر يتولد اصلا. انت هتعمل بقى دور شيبوب اللي هو صاحب عنتر الاهبل. هيبقى صاحبك انت دولا؟ ماشي يا دولا، ماشي ماشي يا دولا. طب عنتر ده كان لونه اسود. يبقى وانت بتجيب الهدوم بتاعت الفيلم هات معاك علبة ورنيش. حاضر. بني ولا اسود؟ يا غبي، عنتر كان لونه ايه؟ اسود. يبقى هات علبة بني. حاضر يا دولا. عيد النصر يا رجال، عيد الفتح يا رجال، عيد العمال يا رجال. يا عبلة يا عبلة يا عبلة، لازم تمسكي السيف في ايد واحدة يا عبلة. تجيل قوي يا عنتر، هيعورني. لابد انك انت تتعلمي الدفع عن نفسك يا عبلة. وانت رحت وين يا عنتر؟ انا دمي فداك يا عبلة، ولكن ان غزوني ماذا انا بفاعل؟ ستصبح ساعتها مفعول به. ما تخجلنيش يا شيبوب. ليه مش بتعلمني الرشق بالسهام يا شيبوب؟ اقول لك تيجي اخلع لك عين وانت تخلعي لي عين ونعيش ترش احنا الاثنين. بس انا اخلع لك عينك في الاول. ايش معنى؟ عشان لما اهرب منك ما تشوفنيش. بماذا ارد على ابي يا عنتر؟ ابوك بيعجزني يا عبلة، عايزني اجيب لك خيمه تمليك. انا كل ما استطيع ان افعله اجيب لك خيمه ايجار جديد يا عبد. ايجار جديد يا عنتر؟ واذا ربنا كرمنا
اجيب لك خيمه دوبلكس دورين او اجيب لك شبرا الخيمه لو تحبي. لكن انا مش اقل من صحباتي في القبيله. صحباتك في القبيله، هذه هي امكانياتي يا عبله. انا كل يوم بمر بظروف صعبه، بيموت لي خروف، بيموت لي معزتين، بيموت لي جديين، وكل ده بسبب الغبي شيبوب. وحتى ان وافقت ابي مش هيتنازل عن 100 ناقه حمر. 100 ناقه حمر؟ انا كل اللي استطيع اجيبه 12 ناقه وصفر، مش حمر يعني. وليه ما تعملش زي الشباب وتاخد قرض من بنك الابر الدولي؟ انت يا عبله، انت اللي بتقولي هذا؟ عايزاني اقترض من البنوك؟ لا، افرضي تعثرت في السداد، ياخدوا الجمالين اللي حلتي؟ الحق يا عنتر، الحق يا عنتر. ايه الدوشه دي؟ ما انا جنبك يا غبي. عايز ايه يا عنتوره؟ قطاع الطرق طلعوا علينا ما بين الجبلين. بين الجبلين؟ وايه اللي وداك هناك؟ الحته دي لبش جدا يلا. هو اللي حصل بقى يا عم. المهم هم قالوا لي اوصل لك رساله. رساله؟ هاتها هاتها. يعني اقول بيقولوا لك يا عبدي يا اسود. انا اللي اسود؟ انت اللي مخلص علبه الورنيش، بتتعامل مع خلقتك انها جزمه برضو. وقالوا لك ايه تاني؟ بيقولوا لك يا اللي رباك غير ابوك. ليه الفخر ان اللي رباني خالي والخال والد؟ المهم اني اتربيت. ها وايه تاني؟ بص يا عم بقى، انا مش عارف ايه، انا هروح اقول لهم ايه دلوقتي. بص خد يا عم، ادي الكارت بتاع زعيم العصابه، في العنوان بتاع الخيمه بتاعته ورقم الموبايل بتاعه، وروح يا عم انت بقى فك الاسر المعيز بقى. خلاص انني ساتصرف. غور روح مع المعزه اللي كنت واقف معاها. عبلتي، لقد اتحلت الحمد لله من عند ربنا. يعني ايه؟ جبت الميت ناقة الحمر؟ لئن وجدت عنده ناقات لأخذتها مكسرا ومحطما وحارقا، وإن لم أجد فأنت يا عبلتي طالقا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عملت ايه يا رمزي؟ جبت الهدوم المطلوبة؟ جبت كل حاجة يا دولة. هو يا رب رانيا تفضل عيانة على طول. اللي هو يعني صحيح، واسلامات ده اللي هو انه ده دولة؟ في المواه اسلامات؟ يا لا، اللي هو بتاع لبنى عبد العزيز واحمد مظهر، ساعة ما كان حسين رياض ماشي بقى في الشوارع وعمال بيدور على لبنى عبد العزيز وعمال بيقول يا جهاد يا جهاد انت فين يا جهاد، ده واختيني عليك يا جهاد. يا دولة لما هي قعدت تقول له انا هنا قدامك اهو سلامة انا هنا. ايوه صح، يا ساعة ما محمد صبيح كان عامل بقى بتاع التتار وليه شنبات ضخمة جدا كده اهو، ودخل قال يا جماعة انا لو عايز اكلم شعب مصر اعمل ايه يا جماعة؟ يا دولة صح. طب ورانيا دلوقتي يا دولة هتعمل دور ايه في الرجالة دي كلها؟ لا رانيا بقى هتعمل دور شجرة الدر. الله صحيح يا دولة، هي شجرة الدر دي يعني شجرة بحق وحقيقي اللي هو يتاكل منها حاجة يعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولاتي؟ زي الفل. ايه يا عيبك؟ لسه طمعان في الملك؟ الملك لله وحده يا مولاتي، وبعدين انا عايز اسدتك، والست في النهاية ملهاش غير بيتها وجوزها. افهم من كده ان انت ضد عمل المرأة؟ بالعكس يا مولاتي، عمل المرأة على راسي وعلى خصتي من فوق، لكن بحدود، كل شيء عندي بحدود. يعني المرأة حضرتك عايزة تشتغلي ملكة أهلا وسهلا، لكن الساعة 2 الظهر حضرتك تكوني في بيتك، يعني في وسط أهلك وفي وسط عيالك، وتخدمي بيتك وجوزك وعيالك. عز الدين أيمن هو نفسه بكر الدين أقطاي، بس يقلع القناع. أنا مستعد أقلع القميص. في شرط علشان تبقى جنبي على العرش. يا ترى ماذا هو الشرط دون؟ عايز اعمل دقيقة من موبايلك؟ يا سلام. ايه ده؟ لقد تقلبت، حد قلبني. يبدو اني نسيت الموبايل بيشحن في الدرج بتاع الحصان. غبي غبي. التردد مرض الجنس البشري. عموما الكلام ده سابق لاوانه، انا لازم اسال عنك قبل ما نتجوز. من غير ما تسالي عني، انا مستعد اقولك على كل حاجة. انا متجوز واحدة، يعني لو اتجوزتك هتجوزك عليها، بس مش اشكال، ومخلف منها عيل اسمه منصور لهبل. ولا منصور يا هبل، ولا منصور يا هبل. ابويا 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 انت فين يا ابويا؟
بيتك يعني اهبل وعمى كمان. ليه يا رب، ليه يا رب خلتني اخلف عيل اهبل وعمى؟ معقوله؟ ابويا 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 اخلص اخلص. عايز ايه؟ انا 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 ك 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 انت هتقضيها ك ك ك ك ك ك هتعيش لي بدور بطه؟ ما تخلص. ابويا ابويا كلت الحصان بتاعي، ابويا كلت الحصان، الحصان في بطنها ابويا، افتح لي بطنها وهات لي الحصان بتاعي ابويا، الحصان بتاعي ابويا. انا اسف يا مولاتي، للاسف هو ده نتيجه جواز القرايب. عموما يا مولاتي بعد اذن حضرتك انا هضطر اسفا افتح بطنك واشقها عشان اطلع الحصان بتاع الواد منصور الاهبل ابني ده. يلا. لا طبعا، شجره الدر ما ماتتش كده، شجره الدر ماتت بالابائيب. عموما عايزه تموتي بالابائيب موجوده، عايزه تموتي بالسم موجوده، عايزه تموتي بالرصاص موجود، السيف اساسي. ها اختاري حاجه، المهم نخلص منك يا رانيا. رانيا؟ رانيا مين؟ انا مين؟ انا فين يا جماعه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل ايه يا مولاتي؟ انت شجره الدر. بس بقى يا اخي يا اخي اسكت بقى بدل ما اشقك انت. انت رانيا؟ رانيا رانيا رانيا. ايوه رانيا، وده بيتك ودي اوضه نومك وده مطبخك ودي تلاجتك وده جزمه. طب كده ليه دايب يا دوله؟ دوله عادل. ايوه يا علي يا حبيبي. ايوه عادل يا رانيا. ايوه كده اخيرا فوقتي، كفايه تمثيل بقى. ايوه يا رانيا انا عادل. عادل ايه اللي ايه ده ايه ده؟ ده انا اتعذبت يا رانيا، انا اتعذبت اتبهدلت اتمرمطت اتمرمطت. دولا يا دولا يا دولا، الحمد لله الحمد لله، جالنا جواب من الضرايب. والحمد لله طبعا على كل شيء، بس المفروض تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يا دولا انا ليا نظره يا دولا في بتوع الضرايب دول، بص ما دام هم بعتوا لنا جواب احنا برضو نرد عليه بجوابات وكده، وكمان شويه ناخد تليفونات بعض ونتصاحب ويبقى ما بين الخيرين حساب. يا دولا ما بين الخيرين حساب، ما بينك وما بين الضرايب، يعني انت يكون عليك الضرايب هم يقولوا لك لا 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 خليك يا رمزي، ما بين الخيرين حساب، مصلحتك اولا يا رمزي محقوله. يعني اخيرا بدات تفهمني طبعا يا دول. ايه ده؟ ده جاي من المنصوره. هي ضرايب المنصوره بتضرب في ضرايب القاهره، والضرايب كلهم ضربوا في بعض ولا ايه؟ يلا لمصلحتنا يضربوا في بعض، احنا ما ندفعش لا هنا ولا هنا. مرسل لكم من عنبه كفر الترومبا. كفر الترومبا؟ ايه ده؟ دي بلدنا دي يا دول. بلدكو؟ اه. طب وانت ليك ضرايب ايه هناك يعني ما دفعتهاش؟ اه اكيد، مثلا على المعزه سيمبا، المعزه الصغيره بتاعت سيمبا المنقطه دي انت عارفها دول. والمعزه سيمبا دي هياخدوا عليها ضرايب ايه؟ حزمتين برسيم؟ لا يا ابني ده مش جواب من الضرايب خالص يا ابني، مش شكل جوابات الضرايب. ايه دول؟ ولدنا العزيز اللذيذ رمزي، نبلغكم بان ابنه خالتكم الانسه عنبه قد أتم الله نعمته عليها ورزقها بعريس كالفحل، هو ابن أبو مندور نتعي عين أعيان كفر الترومبا، وبإذن الله سوف نأتي إليك لمصر، سوف تأتي إليك لمصر أم الدنيا حتى تشتري شوارها وطقم ستايرها من حداكم، ولكم بالغ الشكر والأسف. يا دي البلد والقرف اللي بيجينا من ورا البلد. ألا هو ما فيش حد ساب البلد وسافر مصر ونجح وحقق ذاته غير انا؟ انت هتتنطع على اهل بلدك يلا؟ وبعدين انت ايه شايف نفسك ايه في مصر يعني؟ هو انت جاي لك بعثه دراسيه في روسيا بتدرس الطاقه الذريه مثلا؟ ده انت مرمطون في بازار في القاهره يلا. مرمطون ناجح احسن من صاحب بازار فاشل. بص انا مش هخش معاك في مهاترات مين الناجح ومين الفاشل، ده كله تضيع وقت بالنسبه لانسان ناجح زي. المهم هتعمل ايه بقى في عينة بقى ريبتك دي اللي جاية؟ شادولة بقى ما تجيبليش سيرتها دي، سيرتها دي بتسد النفس خالص. ايه ده للدرجة دي وحشة يعني؟ جدا يا دولة جدا. تخيل كانوا عايزين يلزقوا اهالي واتجوزها، بس انا ايه يا معلم رفضت طبعا. يلا يلا رفضت، هتصيح عليا رفضت ايه؟ انت قلت لا هتتجوز، انت اساسا لو جابوا لك المعزة اللي عندك سيمبا المنقطة دي كنت هتتنطط من الفرحة، لكن ترفض واحدة ست؟ انت بتتريق يا دولة؟ لعلمك بقى رفضتها ورفضت اللي احسن منها كمان. ماشي يا عم جان بلكو يا يعني عماد حمد كفر ترومبا، يا نهار اسود. المهم هتعمل ايه في الست دي؟ هتبيتها فين يعني؟ ما تقلقش يا دول انا هتصرف، ارميها في اي حته والسلام. ترميها في اي حته ايه يا ابني؟ اعمل حسابك دي مهما كان واحده ست برضه. يا دوله ما تقولش واحده ست يا عم، بلاش مبالغه يا عم، دي بنت غتيته ورخمه. هو انت هيجي من بلكو ايه يعني؟ ما انا عارف، بس اوعى يا رمزي اوعى تفكر في وقت من الاوقات. بص بقولها لك ازاي وصباعها عامل ازاي، ها، انك انت تجيبها عند البيت. ها
عيب يا دولة عيب، وانا خلاص يعني ما عنديش نظر خالص. بقى انا عملت فيك فصل من الحاجات دي قبل كده؟ عملت كتير، بس المهم ما تجيبهاش عند البيت، لانك انت لو جبتها عندي انا مش هفتح لكم يا رمز. يا دولة ما تقلقش يا دولة، بص انا هاخدها كده ساعتين واروح اشتري لها الستار من قراشة بتاعتها وبتاعت بلدها دي، وهقوم شاحنها على اول ميكروباص على البلد بقى. قصاص الليالي على الاقسام بشوال الفحم اللي انت ماشي معاه ده. طب انا كنت اعمل ايه يا دوله؟ بس انت مش قايل لي بنفسك ما تجيبهاش ليه على البيت يا دوله؟ تقوم وديها على جنينه. جنينه يا غبي، جنينه تبيت فيها يا حيوان. لا اله الا الله، طب ايه الغلط في كده؟ جنينه يا نهارك اسود، تقعد بنت خالتك وتبيتها في جنينه يا متوحش. الرك عليها، ايه اللي يخليها تمشي ورا واحد دهول زي ده كده؟ عندك حب جبت لي الكلام وانت اخنفك مش طايق. يا قطه ما تتكلمي يا حبيبتي، ولا هو لا صوت ولا صوره، لا شايفينك ولا سامعين حسك. جنينه جنينه يا حيوان، تبيتها في جنينه. يا دوله يا دوله، والله هي متعوده على الخضره يا دوله، هي كانت بتبات في الغيط. الغيط حاجه والجنينه العامه حاجه تانيه يا ابني. يا عم كلها خضره دوله وكله بيترش في الاخر. ما انت اللي غلطان يا عادل، انت معتمد على واحد غير مسؤول عن المسؤوليه اللي المفروض يبقى مسؤول عنها. مش ممكن. عاجبك كده نسمع الكلام اللي احنا مش فاهمينه؟ خلاص يا جماعه ما تزعلوش نفسكم، انا هاخدها تبيت في تحت سفح الهرم. ايه ده ايه ده، تعالى هنا. سفح الهرم ده ايه؟ انت عايز مشاكل وخلاص ولا ايه؟ سفح الهرم ده ايه؟ ما عندناش دم، ما عندناش مروءه، ما عندناش اخلاق، ما عندناش يا ماما مكان تبيت فيه خالص. واهدي بقى يا ماما. اهدي تلقح في اي حته في المطبخ ولا اي حته في الصاله. سفح الهرم ايه يا جماعه؟ طوبه تقع عليها من الهرم تفتح نفخها، ولا حصان معدي يدوس عليها، ولا بلهول يصحى يخضها بالليل؟ لا لا لا، احنا مش ناقصين مشاكل يا جماعه. وبعدين ازاي يعني تنام تحت سفح الهرم في البرد ده هو؟ وبعدين المود بتاعها ممكن يتقلب، لان هناك بيعملوا اوبرا عايده وبيعملوا الصوت والضوء بالليل، بالاضافه لوجود تيار هوائي قادم من تحت سفح الهرم مع رياح غربيه شرقيه ممكن تفطس. لا 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 لا، خلاص يا جماعة أنا موافق إن هي تبيت هنا أهو تحت سفح المطبخ. يا قطة إيه رأيك في البيتة اللي اخترناها لك؟ إيه إيه رأيك دي؟ إحنا ما عندناش حريم تقول رأيها خالص بتاتا. أنا هنا راجل البيت، زفت البرك دي تسمع الكلام وهي خرصة خالص وتنفذه. قال إيه رأيك؟ عنبة على المطبخ، نجرب بسرعة. ده انا رمزي قلت لها نجرى على المطبخ بالريموت كنترول كده، تجرى على المطبخ يوم تتزيت. ده انت شخصية هلا شخصية دولة. طب اطلع بار. يا دي الليلة انا مش فايتة. مين دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي؟ دي جنية ولا ايه؟ انا قلت الشقة دي مسكونة، محدش صدقني. القصة الفظيعة اللي هبت عينا فجأة دي، ايه الخيالات اللي عمالة تراودني دي؟ اتعشم اني بكون بحلم. انا اتعشم ان يكون ده حقيقة يعني، ويكون واقع مش حلم. هو حضرتك تبقي بنت انهي ملك من ملوك الجن؟ اني عنبة بنت خالة رمزي. رمزي الحيوان اللي انا عارفه، ولا عندكم في عالم الجن واحد غبي برضو اسمه رمزي؟ استنى انت يا عادل، انت غشيم، الموضوع كده دخل في الجد. انتي بنت خالة رمزي اللي هلت عينها من شوية كانت متلفحة بالسواد؟ ايوه. اني وايه بقى ان شاء الله اللي عمل فيه كده؟ ده انتي كنتي لا صوت ولا صورة. لا ما شاء الله، بقت صوت وصورة وصورة مجسمة وبالالوان كمان. يا ما تحت الساهي دواهي، ايه يا اختي اللي ملبسك كده؟
ما فيش، أنا قمت عشان أعمل تدريبات الأيروبكس بتاعتي زي كل يوم. أوه، أنت بتعملي الأيروبكس؟ والله برافو، أنت عارفة أنا أحب الست الرياضية جدا، وبالذات اللي بتحافظ على جسمها. طبعا الست الرياضية رياضية، وبعدين اللي بيهتم بنفسه ده بني آدم يعني عاقل وفاهم هو بيعمل إيه، غير بقى الناس اللي مالهمش دعوة بالرياضة خالص. طبعاً يا روحي، اصل راحة الجسم ما راحة الصوابعين. ايه يا حبيبتي، ده اعلان جزم اللي انت بتقول عليه ده بره موضوعنا خالص، انا بتكلم على الايروبكس. انت ليك علاقة بالايروبكس؟ يعني انت ليك علاقة بالايروبكس قوي يا اخويا؟ والايروبكس ده يا اختي اتعلمتيه فين؟ في ترعة بلدكم؟ اني اصلا مدرسة العاب وخريجة تربية رياضية، وبعد كده اتعينت في مدرسة زهر الليمون الثانوية بنات. ياه ما شاء الله، يعني تعليم عالي وجمال عالي، يعني دي حاجة جميلة خالص. الرياضة دي مهمة قوي على فكرة يعني. لكن طموحي ما وقفش لحد كده، لإيماني إن المرأة لازم تقتحم كل مجالات الحياة. تقتحم براحتها، مدام عندها المواصفات دي تقتحم. تقتحم ايه ابو تقتحم؟ من امتى يا حبيبي وانت بتسرد دور المرأة في المجتمع؟ لما حسيت ان دور المرأة دور مؤثر طبعا. كملي يا عنا بكملي. وعشان كده طورت نفسي وخدت دبلومة في الرقص الرياضي. رقص ورياضي؟ بلاش تشوهوا سمعة الشباب والرياضة، سيبوا المنتخب في حاله، المنتخب مش ناقصكم. اسكت اسكت اسكت. والدبلومة دي بقى خدتيها في كفر ترومبا يعني؟ يعني كنت بتتمرني في الجيم اللي جنب الساقية؟ العالم كله بقى قرية صغيرة، ولاني ما قدرتش انزل مصر اخد الدبلومة فخدتها عن طريق الانترنت من جامعة كامبريدج سبورت بأتلانتا. يا سلام جامعة سبورت. يعني بس أنا فاكر والله إن دي رحلة كفاح يعني. كفاح؟ الرأس دلوقتي بقى كفاح؟ تحب أنزلك شعر الهرم بكرة أكفاح لك؟ عادل أنت يا حبيبي عشان تخش تنام بدل ما أوريك الكفاح على أصوله جوه. اصبري بس، يعني رجلها قفشة يعني معقولة؟ والرجل مدام قفشة والعضلة نفسها تعبانة ممكن تأثر تأثير سلبي على الركبة، وبعدين الركبة دي ما شاء الله مش أي ركبة، دي واضح إن هي استراد. الركبة دي إيه أخبارها يعني؟ شكلها بجد تتعب قوي يعني. تقصد إيه محلوح؟ أقصد يعني إن إحنا هنتعب قوي على ما نلاقي لها قطع غيار بشرية. هي الركبة دي مش من مصر مش كده؟ متشيك ومتبرفن على فين العزم ان شاء الله رايح تخطب؟ بطلي شيطانة سعد صبحية يا سناء. شفت حتى سناء لاحظت. لاحظت ايه بس يا جماعة؟ يعني هو الواحد لازم ينزل من بيته معفن عشان عجبكوا يعني؟ امال فين هنا بمال؟ عايز انا في ايه امال؟ لا ما فيش، هاخدها اوصلها لرمزي زفت ده عشان يجيب لها الحاجات اللي هي عايزاها يعني. لا ريح نفسك انت يا اخويا، انا هباخدها اجيب لها الحاجات اللي هي عايزاها يعني. ايوه طب وانت ذوقك ايه يعني؟ ده هي ذوقها عايزه تشتري ستاير معينه، انت تفهمي في الذوق ده ازاي يعني؟ وعنا بنتي كمان ايه اللي عندها ذوق اساسا؟ دي سناء ذوقها لا يعلى عليه اصلا. ربنا يخليكي ليا يا اختي. ايه ده انتوا الاثنين اتفقتوا مع بعض ما شاء الله، اول مره تحبوا بعض كده. بقول لكم ايه، بلاش الحركات دي وخفوا شويه على البت الغلبانه المسكينه اليتيمه الحلوه الجميله القمر الشيك دي. الحلوه الجميله القمر الشيك؟ على فكره بقى عادل انت ذوقك بتحضر جدا. صباح الخير يا جماعه. صباح النور يا جماعتين. ايه اللبس اللي انت لابساه ده؟ امال فين اللحاف الاسود اللي كنت جايلنا بيه امبارح؟ زي القريه للقريه وزي البنزينه للمدينه. الله الله، شايفين الكلام طالع ومتناسق ويعني القريه للقريه والمدينه للمدينه. ايوه كده ما شاء الله، ده ايه الحلاوه دي، كامله من مجاميعه. على فكره بقى ده اسمه نفاق اجتماعي واسمه مشيان مع الموجه. موجه ايه وبحر ايه والطرطشي علينا ليه بس يعني؟ اهدي كده اهدي. يلا يا عيني اتفضلي عشان اوصلك. اتفضلي. شفتي اخوكي هينقطني بارد تلاجة، هينقطني. انا عايزة ابقى صريحة واضحة معاك عشان تقيمي الموقف صح وتلحقي تتصرفي. أوكي. البنت حلوة، القطة المشمشية نطت حتة نطة من فوق المنية زوزة علينا. يلا برضه. صباح خير يا رمزي. صباح خير يا رمزي، ازيك يا رموزة؟ ازيك يا ابن عم رموزة؟ ازيك يا رموزة؟ احنا بنقوله في البلد يا جلاحة. جلاحة.
تحتشمي يا بنت. لو سمحت تحتشمي يا بنت. وبعدين ايه الهباب اللي انت لابساه ده؟ انا مش قلت لك 100 مره قبل كده ما تلبسيش جينز وباطي؟ اخر مره يا رمزي. رمزي كده اهو حف سي رمزي. وبعدين انا قايل لك 100 مره ما تلبسيش الزفت ده، ها؟ علشان الزفت ده بيليق على البنات الحلوه بس، لكن انما يعني انت مفيش خالص. يا نهار عامة. ولا رمزي تعال، ولا رمزي خلي بالك انت كده بتحرجها يعني وبتخدش انوثتها. يا عم انوثة مين يا دولة؟ ما تبالغش يا عم بقى، ده احنا ما صدقنا ان هي اتجوزت يا دولة. انا كنت خايف اصل تعنس وتتدبس في عربيزي، كنت اوديها فين انا؟ دي تعنس؟ لما دي تعنس اللي عندي ايه بقى يحصل لهم؟ يتضربوا بنار في ميدان عام؟ بص يا سيدي انا ممكن اخدمك في الموضوع ده وهساعدك كابن عم يعني. عشت يا دولة ربنا يخليك. ها انت تنزل دلوقتي تروح انت تجيب الستاير وسيبها بقى معايا، هي تقعد بقى تتدبس معايا يعني، اقعد استحملها بقى وخلاص. لا لا يا عم وانا يرضيني يعني؟ لا ما يرضينيش ان انا احطك في الوضعيه دي خالص يا دولة. يا عم وضعيه ايه؟ انت بس سيبها معايا وانزل انت روح هتلاقي الحاجه. مش معقوله يعني هتاخدها وتروح تجيب بيها الحاجه، افرض الحاجه ما عجبتهاش فترجع تاني تاخدها وتروح توديها، لكن انت روح انت هات الحاجه وسيبها بقى تقعد معايا بقى يعني. ما هو يا دولة انا ما ينفعش اروح لوحدي يا دولة، علشان جوز مرات عمي اللي هي جوز خالتها اللي هي لازم موصيني عليها، هقول له ايه الله يرحمه؟ يا رب غريبه قوي، انا كنت فاكر الموضوع نسب يعني. شفت بقى دولة شفت؟ لا خلاص خلاص سيبها يا رمزي، سيبها يا رمزي واتكل انت على الله يعني. معقوله هتمشي بيها في الشوارع؟ مش معقوله يا رمزي. بص يا دولة ما هو اذا كان حبيبك عسل يعني ما تشفطوش كله، انا هاخد البنت دي واقوم شاري لها الكام حاجه اللي هي عايزاها دي واقوم شاحين على اول ميكروباص بقى بلا قرف. بص يا رمزي البت دي على فكرة شكلها مستغل جدا يعني، ممكن وهي معاك في السكة تقعد تقولك بقى هاتلي حاجة ساعة، هاتلي سندوتش عشان جعانة، وبعدين ميكروباص ايه اللي انت هتركبه؟ ولا معقول هتركبها ميكروباص؟ ايوة يا دولة احنا بقرشنا نوقفها اجعص ميكروباص. توقفها اجدع ميكروباص ايه يعني؟ ما هي ممكن هي لو ركبت الميكروباص تركب اوكي، بس اكيد مش هتنزل منه يعني. لا ما تركبهاش ميكروباص، مش معقولة تمرمطها يعني. بص يا رمزي خد 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 ما ينفعش اسيبها. خد يا خلاص يلا خلاص خد ادي 50 جنيه معاك اهم، ها تجري انت على الله روح هات لها الحاجه وتعالى انا هقعد معاها غصب عني. مش هتستحملها؟ معلش هتستحملها دولة؟ لا عشان خاطرك يعني ابن عمي ولازم استحملك يعني. ما دولة يلا اتكل على الله. مش هوصيها بس انت بت حسك عينك تتعبي عمك عادل ها بالبلغة. حاضر يا رامز. حاضر يا سي رامز. قوي قوي انا رمزي. ايه في الباب معاك؟ ها ماشي مع السلامه. مع السلامه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. معلش يا استاذ عادل انا متجل عليك هنا وفي البيت كمان. متقله ايه؟ لا 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 معقوله ده حضرتك خفيفه جدا يعني. امال التقل اللي عندي في البيت ده يبقى ايه بقى؟ ده انا بلعب في اوزان تقيله يعني. على فكره حضرتك انسان اقرب للمثالي، جميل جدا وراجل يعتمد عليه فعلا. ربنا يخليكي، ده انت اللي شكلك يعني جميله جدا صراحه يعني، ويعني عارفه متطوره كده. هو انت من الجيل الرابع للستات ولا ايه؟ على فكره اي ست في الدنيا ممكن تبقى جميله سواء كانت من العاصمه او المحافظات. محافظه ايه بقى؟ لا حضرتك ده انت لو محافظات تبقى محافظه كندا بقى. متشكره قوي، بس الفكره اللي متاخده عن المراه في الاقاليم اختلفت كتير يا استاذ عادل. اختلفت وهتختلف على ايديك ان شاء الله. بس انا يعني معلش انا اسف اني بتدخل في حاجه زي كده، هي ملحوظه يعني. ازاي تبقى واحده مثقفه وجميله زي كده ويجوزوكي واحد اسمه ابن ابو مندور؟ ده شاغل غفر في البلد ولا ايه؟ اولا انا ما حدش جوزني، انا ومندور واخدين بعض عن حب، وقصه حبنا يضرب بيها الكفر كله من صغيره قبل كبيره. وبعدين مندور شاب زين وحصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسيه جد الدنيا. اقتصاد وعلوم سياسيه؟ ده انا على كده ابقى رمه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، منوره والله. شايفين البنت بتتنطط ازاي؟ عامله زي فرع علوز. اقطع دراعي ما كانت بتشتغل رقاصه في مولد في بلدهم. انا قريت في بحث ميداني ان الرقص بعد الغدا مهم جدا. ليه فوار؟ انا البنت دي بتفكرني بايام طفولتي، ايام ما كنت فان فتا في نادي الجزيره وبعمل هلا هوبا هلا هوبا. طب شيل الاطباق، مش عارفه تشيلي نفسي. شيل الاطباق شيل هلا هوبا. يلا يا جماعه تعالوا حركوا الدوره الدمويه شويه عشان الكرش. ايه يا رانيا ما تيجي تشاركينا اللحظه الحلوه دي؟ استني انت بس يا حاجه لو سمحت
عادل ايه المسخره دي؟ انا عايز اعرف ان انت من امتى بتلعب رياضه؟ طول عمري بلعب رياضه، الرياضه مهمه جدا، الرياضه للجميع زي القراءه بالظبط. يلا يا عنبه يلا. مش هقدر اخد نفسي فيها يا عنبه. مالك يا استاذ عادل؟ مال لياقتك البدنيه بعافيك ده؟ وريني. مش عارف ايه اكيد اكيد شد عضلي. اللي انتوا بتعملوه ده؟ لا كده الشد العضلي بقى احسن كتير الحمد لله. واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد. نعمل تمارين خفيفة مثلا صوابع. لكن نقعد مرمطنا من الصبح يعني. مش معقولة، أنا استحملتها يومين، كمان قررت إنها تمد إقامتها وتقعد على قلبي أسبوع كمان عشان فستان الفرح الهباب بتاعها وهدوم الفرح الهباب بتاعها. كله من عادل، منك لله يا عادل، هو اللي ركبها علينا. أنا أنام في المطبخ تاني؟ أنا؟ بصي أنا عايز أقولك على حاجة، هو الحقيقة يعني إن أنا معجبة بالبنت دي اللي اسمها عنبة اللي هي قريبة رمزي دي، برضو سنها صغير وقدرت توصل للجسم والحجم ده، بس ده ما ينفيش إنها لازم تبطل بجاحة وما تتعاملش على إنها أجمل واحدة في الكون. صعبان عليك تقولي كلمة صدق واحدة في حياتك؟ قوليها، البت فرصة حبيبتي. إذا كانت هي فرصة فأنا مهرة. ياي مش معقول العقد اللي انتوا فيها دي يا حبيبي، احنا كلنا أجيات. يا سلام، قاعدة أنا في اسطبل خير. بقول لكم إيه، البت دي راكبها عفريت صايع وأنا أعرف أتعامل معاها، لو اتقصعت ولا اترقصت هقلع الشبشب وأديها بيه لما أطلع العفريت. شبشب إيه يا ماما؟ عفريت إيه؟ إيه الكلمة بتقوليه ده؟ لازم نكون صراحة مع نفسنا يا جماعة، البت دي احنا مش هنعرف نسد معاها. لا استني استني استني، انا بقى استوعبت، احنا نبوظ لها الجو العام اللي بتعمل عليه الرقص الايقاعي بتاعها ده. ازاي يا فزلكة؟ ولا حاجة، نغير طبيعة الميوزك اللي بتسمعها، نهدي الاضاءة شوية بحيث انها تأثر على الطاقة البيولوجية بتاعتها، نزفزف الاضاءة شوية، سيبوني انا هنكد عليها. طن 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 واحد اثنين طن 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 واحد اثنين طن 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 واحد اثنين طن 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 واحد اثنين. امال العنبه فين؟ لا عاد عمل في الكويت ب2000 دينار. اوعى تكون عملت فيها حاجه. اسكت، مش طالعه بتاخد منشطات؟ وجالها هبوط ودلوقتي هي بترتاح عشان هي مسافره. ايه ده؟ هي مسافره النهارده؟ شوف الايام الحلوه بتمر بسرعه ازاي. جمب. بس ما تقلقش يا حبيبي، اي تمرينات انا اللي هعملها لك الصبح كده. انت اللي هتعملي لي التمرينات وعايزاني ما اقلقش. اشوف وشكم بخير يا جماعه. مع السلامه. مع السلامه. نشوف وشك بخير حبيبتي. انت قولي لي صحيح، انت مأمنه على وشك؟ طبعا، مش ده رأس مالها. هنا بقى نشوف وشك بخير يعني، هتوحشينا والله. هنفتكرك كل يوم واحنا في تدريبات الصباح، مع كل نقطه عرق بتنزل هتنزل دموع مننا اكيد يعني، عشان تفتكر بيها كابتن عنبه. انتوا كمان هتوحشوني جوي جوي، لو تسمح يعني ممكن تقبل مني التذكار البسيط ده؟ ما حكيتيش غيره. يا سلام على الرقه دي، جميله جدا. يا كل ما هعرق طبعا بقى وام ماسع عرقي كده هفتكرك. متشكر جدا، متشكر. حبيبي عايز ايه؟ ايه دولة بقى يا عم؟ انا جاي اخد زفت البرد دي. يلا بنت انت، يا بنت انت، يلا يلا. حاضر يا رامز. ايه ايه ما تخشيش ما ايه؟ حاضر يا رامز. ما انت ايه اللي جابك النهارده يعني في ميعادك؟ ما انت كل مره بتيجي متاخر. مع السلامة يا عنب. الله يسلم. مع السلامة. سلامة يا زوز. مع السلامة. مع السلامة يا ابو عمة ميلة. مع السلامة يا ابو عمة ميلة. مع السلامة. مع السلامة. يا عم متضايق ليه؟ ما
مش متضايق ولا حاجه، انا بس يعني زعلان مش عارف مين هيدربني تدريبات الصباح بعد كده، يعني ايه الليله الكبيره اللي انا عايش معاها دي. ايوه جاي ولا بدوي. ايوه يا باشا. انت حطيت لي كام معلقه سكر هنا يالا؟ اتنين يا باشا. انا بشرب باتنين؟ لا تلاته يا باشا. اجري هات معلقه اجري. بس كده عينيا. ايه ده؟ ازيك يا ابو رحاه؟ الف سلامة ليك. مالك؟ اتفضل اتفضل. ازيك يا عادل؟ ايه اللي حصل لك يا ابو رحاه؟ بقول لك ايه يا عادل؟ ما تعرفليش سكة عيال بلطجية؟ ليه عايزهم يضربوك تاني ولا ايه؟ وانا مش هسيب حاجة يعني، مش هسيب حاجة ولازم انزل اتخانق تاني. ايوه بس يعني ابو رحاب متهيألي استنى لغاية ما تخف شوية عشان ما تنزل تتخانق وتتضرب، يعني تتضرب على مية بيضة. انا ابو رحاب علشان نوروم يتعمل كده فيا ويحصل لي ده؟ ايه اللي حصل لك بس يا ابو رحاب؟ اه يا ابو رباب. ابو رباب اخوك؟ اخويا ابو رباب. هو اللي عمل فيك كده؟ لو كان موجود ما كانش ده حصل. مات الباقي في حياتك. حياتك الباقي؟ والله انا ما اعرفش، انا لو كنت اعرف كنت جيت عزيت يعني. وهو كان عيان ولا ايه؟ صحته كان ازاي البوم؟ شاب في سنك كده وعنده بنت سنها من سن بنتك ياسمين، وكان قاعد في امان الله مع امه واخته ومراته وحماته واخت مراته، وهوب طب مات. طب استأذن انا بقى ابو الحاج. تستأذن ايه؟ ما كملتلكش. اصلي بقى ده ساب ورث كبير قوي. الورث ده كل واحد ليه قرش فيه قعد يعض في اخوه، وفي الاخر جه ابو ايهاب عض في الكل. ابو ايهاب عض في الكل؟ طب وانت عملت ايه؟ ما هي الحاب ما سكتتش، عضت في ايهاب وايهاب ما سكتش. عض في ام رحاب. عليك نور. انا بقى ما سكتش انا راح. وانت برضو عديت فيه، بس عديت ايه؟ انت واضح ان انت اللي خدت عض، ما لحقتش تعض بقى. انا ما كانش قصدي، انا كان قصدي كله الصلح، وخلاص كنا هنصلح ونبقى كويسين. جت ام رحاب عضت ام رباب، الدنيا ولعت، راحت جابت اخوها ابو خالد عض فينا كلنا. ايه العيله اللي اتسعر دي؟ عادل دولا 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 حبيبي عادل عادل دولا، انت مستجني ليه دولا؟ رمزي رمزي سيبني دلوقتي خالص عشان عمال افكر في موضوع كبير. طب حس انه كبير بقى يا دولا فممكن يسعنا انا وانت. يا ابني انا بفكر في موضوع كبير مش في اوضه نوم تسعنا احنا الاثنين. سيبني يا رمزي لو سمحت. طيب خلي بالك بقى يا دولا، لان انت بتتصرف ساعات غلط، والغلط ده ممكن يقلب باخطاء. ولا رمزي ابعد عني السعاد، يعني انت لا بتفكر ولا عايز تسيبنا فكر. طب دولا انا يعني كنت عايز حاجه منك يعني، بس يا ريت تبقى بيني وبينك سر. سر؟ انت عندك اسرار يا رمزي؟ قول يا ابني، قول لي اي سر انت عايزه. سرك في بير، انا ابن عمك. كنت محتاج منك 1000 جنيه سلف. ولا كاني سمعت حاجه. سرك في بير ما تقلقش. 1000 جنيه اللي انت عايزهم يا ده صايع؟ تعمل بيهم ايه ال1000 جنيه يا دول؟ انا بقى عايز اعمل عمليه في عينيا علشان اشوف بيها من غير النضاره دي. يعني انت متضايق من النضاره؟ انت بتشوف كويس بالنضاره؟ طيب عايز تغير ليه النضاره يا ابني؟ بطل طمع بقى يا رمزي، بطل طمع. يعني يا دول يعني هو الانسان هياخد ايه يعني في دنيته دي يعني، ولا هيسيب وراه ايه يعني؟ يا رمزي انت مسيت الوتر يا ابني، اكيد من غير ما تقصد. فعلا الانسان هياخد معاه ايه رمزي؟ عايز اسالك سؤال مهم جدا، وفكر قبل ما ترد على طول. يعني دلوقتي لو انت مثلا جيت يوم الصبح كده هو صحيت من النوم لقيتني بعد الشر، يعني ان شاء الله انت لقيتني مت. بعد الشر عليك يا دولا، انت لو مت انا مش هصحى. يا سلام يا سلام، اصيل يا ده رمزي. طبعا مش هتصحى من الزعل عليا طبعا. لا يا دولا، لان انت اللي بتقعد تصحيني كل يوم علشان البزار والزفت ده. البزار والزفت. البزار والزفت. ماشي يا رمزي. طيب يعني عموما صحيت، ما انت مش معقوله هتفضل متهبب نايم يعني طول عمرك، اكيد هتتهبب تصحى. صحيت، تفتكر بقى في البيت عندي هيكون شعورهم ايه؟ يوه خد يا عم عندك. اول حاجه دولا رانيا مراتك هتفرح علشان هي هتنام لوحدها على السرير علشان انت نومك كله ترفيس، وسناء هتقوم ترضى بقى امك وتخليها تنام عند رانيا علشان امك نومها كله ترفيس. نوم امي كمان كله ترفيس. ماشي ماشي،
انا مش عايز اتكلم معاك، مش عايز اتكلم معاك يا رمزي. خلاص ليه يا دولا؟ لان كلامك كله ترفيه، ابعد عنا يا رمزي. طب دولا انت ما سالتنيش يا عم، بقى امك يعني بعد الشر لما انت تموت هي هتعمل ايه؟ ما انت خلاص قسمتها يا ابني، امي هتنام في السرير لوحدها. لا يا دولا، امك بقى هتطمع في السريرين وهتقوم ضمهم على بعض وهتتجوز الست الكبيره دي، هتقوم متجوزها وتشرد بقى البت ياسمين وتطرد رانيا مراتك دي، ورانيا هتقوم جايه هنا في البازار وتقوم طرداني بره. بس انا يا معلم مش هسكت لها، ما تزعلش يا دولا. لا ازعل ليه؟ ما انا بعد ما اموت اكيد ده مش هتبقى مراتي يعني، عادي. بالظبط، هقوم بقى جايب رانيا دي من شعرها كده في البازار، وبنتك ياسمين دي كده من شعرها، اطلعوا بره. وهقوم بقى جايب امي بقى هنا، هو انت اقعد مكانك في البازار يا دولا. طب وانت هتعمل ايه؟ انا عادي يا دولا، زي ما انا انضف البازار، امي تهزقني. يعني الشر اللي انت عملته ده كله عشان تفضل زي ما انت مرمطون في البازار كده؟ يخرب بيتك يا دولا. يا دولا القناعه كنز لا ينفذ. لا ينفذ، انا اللي غلطان اني بفتح اي مواضيع معاك. يا نهار ابيض، ذاكر رمزي لهبل بيفكر بالشكل ده. امال المصايب اللي عندي في البيت بقى هيعملوا ايه عشان الورث ده؟ دولا انا عندي فكيره اقولها لك. لا ما تقولش. عينيا حاضر. يا دولا اتوصى بيهم قبل بعد الشر ما تموت. اتوصى بيهم اعمل لهم ايه؟ انزل لهم سلطات زياده يعني؟ يا عم بقى افهم بقى. انا اسف، انا غبي، انا اسف. اتفضل حضرتك فهمني. اخلص. اتوصى دي يا دولا يعني اكتب لهم يعني قبل ما تموت الله يرحمك، يعني كل واحده هي هتاخد ايه؟ بيتك قصدك الوصية. الوصية ايه يا عم بقى؟ الوصية دي المسلسل كان بيجي في التلفزيون يا دولا، بتاع احمد عبد العزيز واخته الكبيرة لبنى عبد العزيز. ايوه صح، دول اخوات بقى محمود عبد العزيز ولاد الحاج عبد العزيز. يا جماعة انا جامعكم النهاردة عشان اقول لكم ان الاعمار بيد الله. يا سلام، ومن امتى عرفت المعلومة دي؟ انا اقصد يعني اقول ان محدش ضامن يعيش لبكرة. يا بيبي ما تقدرش تقول كده، لان المعادلة الرياضية بتقول ان العمر الافتراضي للانسان يتناسب او لا يتناسب جزئيا او غير جزئيا مع حالته النفسية. ايوه بس الرياضة عمرها ما بتطول العمر، المهم يا حبيبي انك ضميرك الحي يبقى صحي على طول، وتحط راسك على المخدة وتنام على طول. ايما المشكله بقى فنام على طول دي، لان الموت طبعا علينا حق يعني، ده وضع طبيعي، وده اللي انا عايز اقوله لكم يعني. بعد الشر علينا كلنا، ليه بتجيب السيره دي يا ابني بس؟ يا ماما ده واقع، لازم الواحد يبقى عارف والانسان يتعامل معاه ببساطه يعني. الكلام ده موجه ليكي يا مجيده، الحقي بقى يلا قومي كفاري عن بعض من ذنوبك. يعني انت عايزاها تقوم تعمل ايه يعني؟ تمد ايدها في شغل البيت شويه. ايه تمد ايدها في شغل البيت وذنوب؟ انت اتجننتي في مخك ولا ايه؟ انا الحمد لله حياتي كلها حلوه، وكمان الصفحه بتاعتي بيضه ما فيهاش نقطه سودا ولا خدشه واحده. ليه اخر مره رشيتي امتى؟ يا جماعه ارحموني بقى يا اخوانا، حرام عليكم، في ايه اكتر من الموت يخليكم ما تتخانقوش مع بعض؟ بس بقى تسكتوا، خلي الراجل يعرف يتكلم. الله، ايه العبط ده؟ شايفة ماما عاملة فيها مؤدبة، وادوا الراجل فرصة خليه يعرف يتكلم، مؤكد عايزة منه مصلحة. يا باي يا باي عليكي وعلى، ارحمي نفسك وفي السوس اللي عمال ياكل في لسانك ده، مش معقول. بس مالكيش دعوة بنتي، هي بتتكلم صح. خلاص أنا بقى مش قايل حاجة، وأنتوا الخسرانين. خسرانين ليه يا عادل؟ هو أنت كنت هتقول حاجة فيها مصلحة يعني حاجة كويسة؟ طب اهدى كده وقول، تحب أعمل لك شاي؟ أنا اللي عاملة نفسي مؤدبة ولا السوسة اللي عمالة تتدحلب وتتسحلب علشان أكيد عايزة في مصلحتها حاجة؟ ها خلصتوا ولا لسه حد عنده شتيمة للتاني؟ أنا مستعد يعني أستنى، بس أهم حاجة ما حدش يقاطعني. حد عنده حاجة؟ استنى بقى، اوكي دي واحدة، انت كلبة وقليلة الأدب ومش متربية ومش هنقطع. طب استني بس، استني عليا بس، ما يخلق هتشوفها. اتفضل يا عادل، ما حدش هيقطعك. يا جماعة أنا قررت أقسم ثروتي قبل ما أموت. ليه وأنت حاسس إن هتجيلك ثروة قبل ما تموت؟ أنت بقى بالذات بقى سناء مش مدخلك في الحسبة بتاعت الثروة. تقسيم إيه وزفت إيه؟ ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا حبيبي. يا ماما الأعمار بيد الله، وده واقع يعني، فالواحد عايز يظبط كل حاجة عشان ما يحصلش بينكم مشاكل. حبيب قلبي، إحنا كلنا هنا بنحب بعض وما نقدرش نستغنى عن بعض أبداً. وعمرنا عمرنا يا عادل ما هنعض في بعض. أنا متأكد يا سناء إن أنتوا هتعضوا في بعض، إذا كنت أنتوا بتعضوا في بعض وأنتوا ما حلكوش اللضا، أمال بقى لما يبقى عندكوا بازار والشقة دي هتعملوا إيه؟ أكيد هتعضوا يعني.
لا لا يا عادل، كل الحاجات دي ما تسويش اي حاجه جنب الحب اللي بيننا. الامور هو ده بقى الكنز الحقيقي. الامور ايه بس يا حماتي؟ يعني يا ريت تنسي حكايه الافلام الفرنساوي دي، بانوراما فرنسيه اللي بيجوها في التلفزيون لغوها خلاص. عادل بلاش تتكلم في الموضوع ده، ده فال وحش خالص. انا داخله اوضتي وانا زعلانه منه. وانا يا ابني بشتغل وبصف على نفسي ومش محتاجه حد، هاخد منك ايه انت يا مقشفر؟ يا خوفي منك انت بالذات يا سناء، لان انت بقى في العض عارفك، زمان ما كنتش بتسيبي حقك. بقول لك ايه، سيبني اروح انام، انا اللي همسك طابور الصباح الصبح في المدرسه وانت عملتك. يا عمي سيبني انام. تمسك طابور الصباح يا عيني، ده العيال مش هيروحوا اكيد. بقول لك ايه يا عادل، انا زعلانه منك جدا عشان الكلام اللي انت بتقوله ده مزعلنا كلنا بصراحه. اه وانا كمان، لان الحاجات اللي انت بتتكلم فيها دي مفيش حد فينا بيفكر فيها خالص. عادل انا ليا الشقه، ودي مش انانيه مني ولا حاجه اطلاقا. انت عارف يا بيبي الشقه من حق الزوجه، وده مثل شعبي معروف. الشقه من حق الزوجه ده مثل شعبي؟ ده ايه الحلاوه دي؟ امال يعني قعدتك اللي طول النهار وطول الليل قدام التلفزيون دي ما استفدتيش منها حاجه؟ بيبي شوف بقى، انا بقول لك اهو، انا لا يمكن اسيب حقي وحق بنتي. انا بقول لك اهو، ده بالنسبه للشقه. اما بقى بالنسبه للبازار ودخل البازار، فكله هيبقى برضو ليا والبنتي. اعتقد ده حق مشروع. ده حق محشور وبالعافيه كمان. يعني ايه؟ يعني ايه؟ لا شقه ولا بازار؟ انا ما قلتش كده يا ستي، بس كل واحد برضو لازم ياخد حقه. رانيا اوكي انا موافقه، انا كل اللي طالباه منك انك بس تسيب لي لجام الامور. اسيب لك لجام الامور على اساس انت بقى ايه ماسكه اللجام وراكبه وانا حمار يعني؟ يا بيبي ارجوك يا حبيبي، انا مش حامل مشاكل مع مامتك واختك، ثم ان انا بصراحه كده عايز امن مستقبل مامي. امني مستقبلها؟ طب ما دخليها حقوق او تجاره على اساس ده يامن مستقبلها. مستقبل ايه يا رانيا؟ صباح على خير. صباح على خير ايه؟ وبعد ما تنام؟ بعد ما نام بقى بكرة ولا بعده إن شاء الله هبقى أفكر في الموضوع ده وأقولك على القرار اللي أنا خدته. وبعدين لاحظي بقى أن أنت الوحيدة في الستات كلها اللي اتكلمت في الموضوع ده، فهمي ده معناه إيه؟ ها؟ صباح على خير. معناه وإنت من أهله. يا عم قولوا اتفضلوا. اتفضلوا ايه؟ اقعدوا ولا اتفضلوا امشوا؟ اتفضلوا كلوا. اتفضلوا كلوا. ماشي غرامه عناي. حاضر. اطلب لك ايه؟ لا يا عادل خلاص، طالما انت اكلت كاني انا اللي شبعت. الله على الحنيه، على اساس ان انا لو جالي برد انت اللي تعتصي يعني. طول عمرك دمك خفيف يا مضروب. ما عارف ان دمي خفيف. اخلاص عايزه ايه؟ ابدا يا عادل، انا الاول نتكلم بصراحه. قوي قوي، اتفضلي اتكلمي بصراحه. اتفضلي. طول عمرك ما بتخشش دماغي بشل احمر. اه بدانا قله ادب، ممكن اقوم الطشك على دماغك على طول. لا انا بتكلم بجد يا عادل، طول عمري شايفه ان انت متدلع ومرفه ومستهتر. مستهتر؟ اولا وضع طبيعي جدا ان انا اتدلع، لان انا الراجل او انا الولد اللي جيت في العيله يعني. وبعدين انا ذكي جدا عنك، ويعني دمي خفيف جدا عنك، وكل الناس بيحبوني عنك طبعا يعني. اوكي انا ما بنكرش انك كنت مدلل اكتر مني في الاسره، بس انا عايز اتكلم في حاجه تانية دلوقتي يا عادل. انا فجاه حسيت انك بقيت راجل. راجل يا عادل. يا سلام، يعني انا اول امبارح كنت عيل والنهارده بقيت راجل؟ ده ايه الايام اللي بتعدي بسرعه دي؟ قصدي يا عادل ان انا اتغيرت وجهه نظري فيك بعد حركه الوصيه دي. حسيت قد ايه انت قلبك علينا، وقد ايه انت متحمل المسؤوليه راجل. على الله يتمر بس. ما عشان كده انا جايه لك يا عادل، عشان اقف جنبك بافكاري. ربنا يستر. ايه بقى الافكار اللي عند حضرتك؟ ايه رايك يا عادل تبيع الشقه وتبيع البازار وتقسم الفلوس دي علينا كلنا؟ طب وانت يا سناء لو خدت نصيبك هتعملي بيه ايه؟ ابدا، هدفع مقدم في شقه من شقق نقابه المعلمين، اصل الشقه دي بالقسط، وهشتري عربيه صغنطاطه كده على قدي. عربيه صغنطاطه؟ ايوه، الواد حماده بزوكا اللي هو ساكن على ناصيه شارعنا، عارفه؟ عنده حته عربيه يا عادل قد كده، يا دوبك تشيل نفرين، لونها فوشيا ميتاليك متجنطه، والكاسيت باوكولايزر وتويتر، ولا اسمه ايه بتاع اللي ورا ده؟ سبويلر؟ سبويلر، السبويلر اللي ورا بيبرق فظيع. الكاسيت بتويتر
وكل عايزه مش الكاسيت ده بيبقى جوه العربيه. شفتيه ازاي يا سناء؟ ما هو اصلا ما فيش حماده بازوكا لما كنت متاخره على المدرسه فكنت عايزه الحق المسلسل وكانت الدنيا حر وما فيش المواصلات زحمه فهو اللي في العربيه. وانت رايح المدرسه الصبح ده على اساس ان انت بتدرسي في معهد سينما يعني؟ لا ما هو اصل الولد ده اللي كنت قبل كده في المدرسه اللي كانت جنبي كنت بدل يعني هو واصحابه اللي ما تغيرش الموضوع ما تغيرش الموضوع خلينا موضوع الوصيه. عموما موضوع بازوكا ده مش هعديه يا سناء. الوصية بقى يا ستي أنا حر فيها وأعمل فيها اللي أنا عايزه. أنت عايزة منها إيه يا سناء؟ عايزك تبيع الشقة وتبيع البازار. حلو قوي. يعني أنا لو بعت الشقة وبعت البازار حضرتك ما فكرتيش هنعيش إزاي؟ أنا عن نفسي هعيش من مرتبي واشتري شقة واشتري عربية ما يخصنيش تعيشوا أنتم منين. سناء غوري من وش يا سناء. يعني ربط مع الواد بازوكا؟ ربطي مع بازوكا جامد عشان يفرقع في وشك وأنا اللي هفرقعك يا سناء. ماشي عادل. السلام عليكم. مع السلامة. خرب بيت الوصية على اللي فكر ان هو يعمل الوصية. انا اللي غلطان انا اللي غلطان. نجلاء هاتي الجاتوه من تحت السرير. اطلع البلاك فورست ولا الاكلير؟ لدو الاتنين يا حبيبتي. ايه ده؟ ما شاء الله انتوا فاتحين مصنع تحت السرير ولا ايه؟ انت عارف يا عادل اني ماليش فيه. وانا كمان. طب ما ده مالكوش فيه انتوا الاتنين جايبينه ليه يعني؟ يا عادل انا قصدي على الميراث. ماما تقصد الوصية. الوصية. لا اتكلمي اتكلمي. انا عارفة يا عادل ان انا مش من حقي اني اتكلم في الموضوع ده. وانا كمان. انتوا الاتنين مش من حقكم وعايزين تتكلموا يعني قصدكوا ايه؟ حسدنا يعني ان احنا عارفين انك انت راجل محترم ومؤدب وحسيس ومش ممكن هتسيبنا نتشحطط من بعدك يا عادل. وانا كمان. بص يا حضرتك انا واثق ان لو سبتلك مال الدنيا مش هيكفيكي. يا عادل انا مش بتكلم عن حق عن حقوقنا انا بس انا بعتصفك علشان انت جوز بنتي وانا عارفه انك راجل حنين ومن فضلك من فضلك ولازم لازم انك تحطنا في الحسبانات بتاعتك في الميراث. حسبانات وميراث بتتكلمي على ايه بس يا حماتي؟ عادل عادل يرضيك ان انا انحرف؟ وانا كمان. بص يا حماتي الحكايه دي متهالي فات اوانها بس طبعا ما يرضينيش يعني. يبقى خلاص لازم تكتب زيهم بالظبط في البازار وفي البيت تكتب لك كل حاجه زيك زيهم بالظبط. يكتب لك يا مجيده يا سوسه يا تعبانه اكلي جاتوه شوكولاته انت فاكره عيل صغير؟ يا سناء انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابني ده يا عادل؟ بقول لك ايه؟ الست دي وبنتها ما لهمش قشايه في الشقه والبازار يا عادل. انت مالك انت تدخلي في اللي مالكيش فيه خالص انت؟ عادل هيكتب لي زيكم بالظبط. ايه؟ بقول عادل لا هيكتب ولا هيمسح. يا مجيده يا عره ماما 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 ايه في ايه في ايه؟ تعالي اتفرجي بقى على مجيده العره دي قال ايه؟ عايز اخويا عايز يضحك عليه وتخليه يكتب لها في البازار والشقه زي ما بيكتب لنا يا ماما. عايزين تورثوا ابني بالحياه يا الماما يا دنيا شحاتين يا جعانين. يا سلام يا ماما ما انت امبارح يعني حضرتك كنت عايزه تورثيني بالحياه برضو. انا امك ومن حق اعمل اللي انا عايزاه. هو في ايه بالظبط؟ يا رانيا يا رانيا يا رانيا الحقيني حماتك وبنتها عايزين يخرجوني من المولد من غير ربع كيلو حمص. انت مالكيش اي حاجه في الحمص وانت قلتيها. ايوه مالكيش اي حق. لا هتقعد في نصيبي نصيبي في الشقه وفي البازار بما ان الشقه من حق الزوجه. ايه ده عادل خد موقف. انا من رايي نقفل على الموضوع ده دلوقتي. نقفل ده احنا لسه هنفتح. بقول لك ايه يا عادل الشقه دي ماما هي اللي جايبها لك. ايوه انا بعت شبكتي عشان اجوزك. والله انا ما يهمنيش التفاصيل دي يا مامي انا كل اللي يهمني ان كلهم كده ضيوف عندي. سامع يا عادل اكتب الوصيه باسمي. لا باسمي انا. قلت لك بيه عشان نخلص من الاشكال دي. عادل عادل ابوس الجدم وابدو ندماتي على فعلاتي تحطني في وصياتي. وانا كمان. اسمها وانا كماناتي بقى عشان تبقى ماشيه مع ماماتي. انت لسه عايشه؟ انا امك اديني كلمه الوعد. وانا زوجتك ومستنيه الرد. وانا اختك ومستنيه العقد. يا جماعة كفاية بقى حرام عليكم بجد. بصوا يا اخوانا كل واحدة فيكم تتكل على الله تروح اوضتها. انا مش هعمل اي ميراث ولا هعمل اي وصية ولا اي حاجة.
اما موت بقى يبقى الميراث الشرعي، والميراث الشرعي بيقول للذكر مثل حظ الانثيين، وبما ان ولا واحده فيكم تعتبر ذكر يبقى مالكوش اي حاجه. سلام عليكم. دولا انا كنت طالب منك طلب في الوصيه. يا دي الوصيه، عايز ايه يا سيدي؟ عايزك تكتب لي التماثيل باسمي. اشمعنى التماثيل يعني؟ علشان ابيعهم يا دولا بقى واعمل العمليه اللي في عينيا دي علشان اشوف من غير النضاره. يا انت مفيش في دماغك غير موضوع العمليه؟ لعلمك انا ممكن انا بايدي اعمل لك العمليه من غير دكتور ومن غير اي حاجه، يعني مش هتحس باي حاجه ومن غير فلوس كمان. معقوله دولا؟ امال ايه؟ عارف شنطه الاسعافات اللي عندنا؟ اه. روح هات هاد وانا اعمل لك العمليه. هوا دولا هوا. خرب بيتك، مش فاهم ان انا مش دكتور يخلي اي حد يلعب له في وشه كده. اهي يا دولا، اهي يا دولا الشنطه اهي. هات جدع يلا اقعد بقى. ماشي يا دولا. يلا على النضاره. اهي يا دولا. بص القطنه دي حطها كده اهو، والقطنه دي حطها كده اهو. امسكهم بايديك، امسكهم بايديك جامد اهو. دلوقتي هنخش على مرحله الشاش الطبي. ربنا يخليك يا دولا ليا يا رب. انت اتعلمت الحاجات دي فين يا عم؟ يا ابني انا فاهم كل حاجه يا ابني. استنى استنى يلا استنى يلا. ايه دي؟ قلت لك برده ايه، شكرتون كده اهو عشان عاملك ايه كانك سلك عريان مثلا. انا كده خلاص يعني؟ اه خلاص. طب هنشيل الشاشه امتى يا دكتور؟ دلوقتي حالا اهو. قول لي بقى شايف ايه؟ سواد يا دولا. ايه مش شايف حاجه؟ مش شايف اي حاجه يا دولا. بجد يلا يا رمزي؟ خالص. طب دول كام؟ مش شايف يا دولا. بلاش دول، دول كام؟ مش شايف دول برضو يا دولا. يخرب بيتك. طب دي ايه؟ دي ودني. خضتني يلا يخرب بيتك. ها كله تمام كده جاهز؟ يلا يلا. حلو الشعر، حلو الشعر. ماشي ماشي. ماما ماما يلا اتعد لي يا ماما. خدي بوز، خدي بوز. اخد ايه؟ ما تديني بوز، انت اديتني وما خدتش. يا ماما بوز يعني اعملي حركه، اعملي حركه. اه ماشي. وانت خدي بوز يا رانيا. لا بوز مش بوز، لا بوز يعني. ايوه كده اهو. ماشي كله جاهز؟ حلو قوي، حلوه حلوه برضو دي يا ماما اللي انت لابساها فوق دماغك. ماشي. هلو. اهلا اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. يلا جاهزين يا جماعه؟ مشرفين فعلا. احنا جاهزين. اتفضل قول اكشن. اكشن ايه؟ ايه دي؟ نو 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 نو. حضرتك دي بدله جديده، دي بتاعت العيد. ايه بدله يعني؟ انت فاكراني واحد مصور افراح هاخدك صوره عند نافوره؟ نو. انا قايسكم بطبيعتكم خالص، طبيعي طبيعي. وانتي البسي جلابيه، مددي على كنبه وايلي ايلي. يا نهار اسود، ده واد صايع بجد من امريكا يا اخوانا. عارفين الواد ده؟ هتلاقي مثلا امه من الكتكات واسمها حسنيه، ها، وسابت الكتكات سنه 92 لما حصل موضوع الانتفاضه بتاعت حرب امبابه. ايه دي نو؟ بيض ايه اللي عايزه تعمليه بالسمنه البلدي؟ يا حبيبتي دول ناس اجانب، يعني معدتهم حساسه زيي، يعني هياكلوا البيض اومليت بتاعي بزيت الزيتون. طب ايه رايك بقى ان انا هاكلهم البيض بتاعي بالسمنه البلدي عيون، وهديهم كمان فوقي مرته. مرته دي بس يا ماما اللي انت عايزه تديها لهم دي؟ مرته ما ينفعش يا ماما، لازم الاول الناس دول نشموا هوا نظيف، وبعد كده تبس عليهم بقى بالمرته وبالكشك وبالدمعه وكل اللي انت عايزاه. عادل بتيجي مع حماتك ضد امك؟ طبعا. يعمل ايه الراجل اذا كانت مامته على طول عاوزه تعره؟ تعروا شوفي انت مش هجيب. ماما ماما مش هتوصل للبرتقال وهنضرب بعض بالبرتقال. لا والنبي والنبي بس 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 عشان جم جم جم. صباح خير. جود مورنينج. انا بقى ايه، صحيتوا بدري قوي كده ليه؟ ده انا كنت فاكر ان فرق التوقيت بيننا ساعتين يعني. لا ما هم اصلهم على توقيت جرينتش. اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا الفطار. البريكفاست يعني. اه انجليزي دي اجز. اكسكيوز مي مستر ادم. يس. ايه دي؟ ده فولكلور وطني اسمه مورتا. مورتا؟ اه مورتا. مورتا جميلة يعني. اوه اتس فيري نايس. انتي سياحي سمنة بلدي حلو. خواجة بس دويه اتبط انت يا اختي بالاومليت بتاعك. اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. يعني انا متهيألي ناخد الفطار ونطلع بيه مثلا على اي منطقة اثرية، برضو اما احنا نفطر قدام اثارنا وتاريخنا دي تبقى حاجة جميلة يعني، في الصورة تبقى مشرفة ولا ايه؟ اوكي اوكي، بس الاول فين الفول والطعمية؟ طعمية. والله العظيم الخواجات دول عيره مش حقيقيين يعني.
مستر جاك، ملاحظة في عينيك نظرة توتر وحيرة وألم. في حاجة ناقصة؟ أيونت حاجة هرشة. هرشة؟ بتنكان مكلل، خيار مكلل، مقلفت. مقلفت؟ لا بص بقى، انت علاجك عندي انا بقى جاك، انت وجاكي تيجوا معايا كده ونطلع على العربيه بتاعه سيد قدره، ناخد بقى ايه فول من على وش القدره على طول، مع كل الحاجات الحرشه اللي انت قلت عليها دي بقى، مع بصل اخضر، مع كله. يعني سيد قدره ده بقى مشهور بالشعار المعروف، ان خلص الفول انا مش مسؤول. لا صايع صايع يعني. حلو، اضرب اضرب. تحبوا بقى تشربوا حاجه ساقعه؟ نونو انت ممكن تبقي رمزي، جيب 2 كيس عصير قصب من عند حمدي ملك الكوكتيل. خد 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 خد. احنا قلنا لازم نظهر بمظهر مشرف قدام الفضائيات كلها، هتخش لنا بكياس بتاعت عصير قصب. روح هات لنا ازازتين ميه نيل تكون ساقعه، معروف طبعا اللي بيشرب من النيل لازم يرجع تاني، يعني معروفه جدا يعني. يلا بسرعه هات لنا ازازتين ميه نيل. مستر قادر، كنت عايز اسالك واحد سؤال، انت مستريحه في شغلك؟ بص حضرتك، انا بلا فخر يعني انا اكبر بازارجي في جمهوريه مصر العربيه. متاكده؟ طب ومدعي الفقر عليا يا دوله، طب ما تفك الكيس يا عم وتديني قرشين زياده ولا حاجه علشان القرش ما يقفش في زورك تفطس. بس يا هتفطس. بس يا انيمال. وهل تكوني بالامل وحدك؟ وحده ايه يا خواجه، انتوا عايزين تمحوا شخصيتي خالص، انتوا الجزء ده من غيري يضيع. ده ويضيع و... ايه هتنكر؟ هي از فاني مان يعني. از ايه اللي من غير يضيع؟ انت بتغلس عليا وانا بصور؟ يعني تحب وانت بتصور غلس عليك؟ لا يا دول، مش انا اللي عليا الدور في التصوير؟ صح يا دول. يبقى انت ما يجي عليك الدور ما حدش يتكلم معايا. خلاص خلاص يا دول. ايه ده، انتوا خانقوا؟ لا احنا مش خانقوا ولا حاجه. انه الان حان موعد البريك بتاعي، ما رايكم يعني ايه رايكم لو نروح مع بعضينا نقعد على القهوه؟ انا موافق. ايوه ايه رئيس على الشيشه دي بلا لطيفه. دش. ايه ده يا عم، ده حظ عوالم ده يا عم. نو حبيبي، دي قرصه هرفنه على فكره. الخواجه ده مش اصلي، انا شاكك انه الولد سيد باروكه ومتنكر. لا ومتنكر ليه، ما هو لابس الباروكه اهو كده. بقيتي على الحميد المجيد وراحت القشره عليك يا حلوه. حلوه. طب بقول لك ايه، تلعب 10 كمان لو كسبت اديك الجنسيه. ليكي في 5 امريكاني. ليا في 5 امريكاني بس على المشاريب. يبقى هتسقي القهوه كلها يا حبيبي. ولا قوم من هنا، قوم من هنا، مخسرني في البازار ومخسرني في الطاوله كمان. امشي من اقعد يا رمزي اقعد. هي از ماي فريند، هي از انيمال لايك دوج. اقصر بلدنا بلد سوا، فيها الاجانب بتتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزه تروح، وتسيب بلدنا. اقصر بلدنا بلد سوا، فيها الاجانب بتتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزه تروح. يعني أوضية المصلحة يا معلم وكارتين تنت البنكنوت، وطلعنا احنا من المولد بلا حمص. يا ابن حمص يا حب العزيز، ايه اهم حاجه ان الناس دول مشوا من عندنا مبسوطين ومتكيفين ومتظبطين ومية مية، سيبنا سمعه كويسه لمصر وعرفوا عاداتنا وتقاليدنا كل حاجه. ايه ده، بتضحكوا على ايه الناس دي؟ هتلاقيهم بيتفرجوا على مرسحيه علشان العيد دول. ايه ده يا ابني، اه رمضان لسه جه اصلا. ايه ده؟ دي سماء. سماء راحت في السكة البطلة. عملوها الفرنجة. يا رانيا، رانيا مفيش هدوم نظيفة البسها؟
مفيش مسحوق غسيل، الهدوم متكومه في الغساله بقالها اسبوع. سناء نزلت تشتري. طيب حضري لي اي حاجه اكلها قبل ما انزل. مفيش اكل، التلاجه فاضيه بقالها اسبوع. طب والتلاجه فاضيه ليه؟ ما قلنا سناء نازله تشتري. هي سناء دي مندوبه المشتريات اللي في البيت. بيت ايه يا ابو بيت اللي انت بتتكلم عنه ده؟ مفيش بيت. ايه مفيش بيت دي يا ماما؟ ديك النهار بقى انا شفت البت نجلاء فاتحه التلاجه مطلعه كيس الكاتشب الاحمر ده ابو جنيه، وعماله تحط على الساندوتش فيه وسايباني انا من غير. بت انانيه ما عندهاش دم. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه اللي اخرك كده يا سناء؟ كنت بهزق الحيوان البهيم صاحب السوبر ماركت يا عادل. تخيل لطعني بقالي ساعه، قال ايه عشان يوقفني اطول وقت ممكن ويفضل يعكسني ويبصبص لي. يعكسك ويبصبص لك؟ ده انا هنزل اقتله وبالمره اجيب منه صابونتين عشان استحمى. عادل ما تتهورش يا عادل. يا عادل مساء الخير. هو ده اللي عكسني يا عادل ده، ومستخبي لي ورا الكراتين. هي ايه الكراتين دي؟ دي فيها صابون وشامبو ولوازم يعني. صابون؟ طيب انا اخش استحمى وارجع هبهدلك. اصبر. انا مستنيك. سيب الحاجات دي هنا ويلا ورينا عرض كتافك. طرقنا بره. بره ليه؟ اخد نفس من السلم ده، شايل حاجات طالع السلم، وبعدين الراجل مديني ميعاد هنا دلوقتي. ما تكترش في الكلام. لحظه ساكيه يا طنط. الله يطنط عادي. حلو. مفيش صابون حلاقه؟ صابون الحلاقه. مش حاجه تانيه مدكن عليها؟ ده انا ازودها يا قمر. ايه الجمال ده يا انسه؟ انا مش انسه، انا مدام ومطلقه. ايه ده ايه ده؟ لا اكيد ما عندوش نظر، اكيد العيب منه طبعا حد يتجوز القمر ده ويسيبه. يا قمر ميرسي. قمر ميرسي قوي. ميرسي ليكي انت انك انت قمر بره. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتعاكس اختي جوه في بيتي؟ ده انت فعلا ما عندكش دم. تهدي عندي دم. عندي ايه ده؟ لا انا ما كنتش عايز معجون حلاقه من ده، عايز معجون حلاقه من اللي هو بيترش ده. عندك؟ اجيب لك يا قمر، اجيب لك كل المعجين اللي عندك. ماشي روح هات لي كل المعجين. يلا فكر على الله. سناء انت دفعتي في الحاجات دي كام؟ ما دفعتش حاجه يا ماما، اصله مرضاش ياخد فلوس كده. ابقى اشتري منه كل يوم. انا امبارح يا دولا اكتشفت حاجه عن الفراعنه في منتهى الغرابه بعد تفكير. يعني ايه؟ اكتشفت مقبره اثريه تحت السرير بتاعك؟ لا يا دولا، انا امبارح كنت بتفرج على فيلم اجنبي عن الفراعنه. تخيل يا دولا الفراعنه طلعوا بيتكلموا انجليزي. يا دي اهبل، فاكر في فيلم عربي اللي هو بتاع لبنى عبد العزيز ورشدي اباظه، اما كانت بتقول له يا بتاع الجاز كانوا بيتكلموا عربي كله. ايوه يا دولا، ما يا دولا ما هم يعني الفراعنه دولت اصلهم مصريين. باين. ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ كمان ليك عين تيجي هنا؟ ده لستر ربنا امبارح ان انا ما قتلتكش. لقيت المعجون اللي طلبته منك؟ لا مش عندي. ايه ده دولا؟ اصل يكون جاي يشتري حاجه وساعتها يبقى زبون يا دولا، والزبون دايما على حق. اهدى كده. انا فتحي جاركم صاحب سوبر ماركت الحياه حلوه جدا، وجاي اتشرف بيكم. وعلى فكره انا اعرفك جدا استاذ عادل، وكمان اعرف الاستاذ رمزي ده. استاذ رمزي؟ يبقى اكيد ما تعرفوش. ليه؟ ده انتوا زبايني جدا. طب وما دام زباينك تعمل فينا كده؟ يا دولا ايه ده بس يا دولا؟ الراجل طلع يعرفني، وما دام يعرفني يبقى يخصني، وما دام يخصني ما حدش ليه دعوه بيه. بيقول لك الاستاذ رمزي. انا كنت جاي اتشرف بمعرفتك يا استاذ عادل، وبعدين اطلب ايد اختك مدام سناء. اهلا وسهلا. ايه ده يا دولا؟ تصدق بقى انت طلعت واطي وقليل ادب؟ كان عنده حق من الاول. اطلع بره، اطلع بره. ايه اللي بتقول ده؟ خرب بيه. اهلا وسهلا. بيك يا سلام، منور. اتفضل يا استاذ فتحي، اتفضل. اوعى يا رمزي. اتفضل حضرتك، اتفضل. لا حضرتك هنا. هنا؟ انا صاحب المكتب. اتفضل. اهلا بيك. ولا يا رمزي، شوف الاستاذ فتحي يشرب ايه. يا دولا ده الاستاذ فتحي ده طلع خبيث يا دولا، دخل علينا بالحنجل ومن وكده. اطلع بره. يلا اطلع بره. ولا ايوه. مش انت ولا؟ يلا شوف له هيشرب ايه، هات له حاجه ساقعه. اجري يلا. ماشي يا دولا، دوس على كرامتي كمان وكمان. دوس يا دولا. ها
معقول يا عارف؟ انا فرحانه قوي، فرحانه خالص. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. سناء هتتجوز اخيرا وتحل عنا وتسيبنا في البيت ناخد نفسنا. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله. مع ان فتحي ده امبارح كنت عايز اقتله، النهارده خلاص عايز اخده بالحضن. ده كفايه انه هياخد سناء ويمشي. وطبعا طبعا مامتك هتروح مع سناء، طبعا مامتها اولى بيها، ولعلمك بقى هتستريح عندها اكتر عشان نفسيتها كده. واوضه تفضى بتبقى لياسين بنتي، حبيبتي حبيبتي يا بنتي. انت عارف يا عادل، عارف انه استقلال الطفل في اوضه لوحده ده بينمي مواهبه ان هو يبقى طفل انطوائي مركب. انطوائي مركب؟ انت اي افته جايه فيها مزيطه وخلاص يعني ولا ايه؟ عموما انا سالت على فتحي ده وعرفت ان هم ناس مبسوطين يعني، وان هو وحيد ابوه وامه. عندهم سوبر ماركت بتاع الحياه حلوه اللي على الناصي، عارفاه؟ نهار ابيض، سوبر ماركت الحياه حلوه؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ يا نهار ابيض طبعا يا حبيبي، طبعا يا نهار ابيض. ما هو طبعا لانه هو سوبر ماركت الحياه حلوه، فاكيد اكيد يا عادل الحياه هتبقى حلوه قوي يا حبيب قلبي. الحمد لله يا ربي. يا نهار اسود، فتحي بتاع السوبر ماركت الحياه حلوه اللي حفي وراكي عشان يتجوزك؟ اللي حفي يا مامي. فتحي اللي فضل اسبوع يتقدم لك فيهم 7 مرات؟ 9 يا مامي. فتحي اللي ما مشيش غير لما بلغنا عنه البوليس وسيبنا عليه كلاب؟ كلاب السعرانه يا مامي. فتحي اللي بيبيع كيلو اللانش ده ابو زيتون ب10 جنيه وربع؟ لا 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 يا مامي، عيب كده قوي بقى، كانوا 10 جنيه 75 قرش. الله يخرب بيت شيطانه. انا مش قادره افهم، بعد ما حفي وراكي انت يا حبيبتي وبجمالك ده يسيبك ويروح يدور على الجربوعه الكلاكيع اللي اسمها سناء؟ مش عارفه ابن اللذينه ده. على الرغم ان انا في فرق كبير جدا بيني وبين سناء من حيث طبعا الجمال والتالق والذكاء، وعارفه بقى سيكولوجيا كده واحد زي فتحي ده ما ينفعش ياخد غير واحده اقل منه. بس يا مامي عارفه المشكله فين؟ لو عادل عرف الجوازه هتتفركش. يبقى انت لازم يا حبيبتي تختفي تماما لحد ما تخطبوا لبعض. طب وبعد كده؟ وبعد كده الفاس هتكون وقعت في الراس، وسي فتحي ده وقع في الطين وعايز ونش عشان يطلعه منه. ايوه. اهلا العلبة بتقعد كتير جدا، اكتر من 650 حلقة. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا وسهلا، اهلا بيك، اتفضل. اهلا وسهلا. لطيف البيت ده والله، اللي انا جيته قبل كده ولا ما جيتوش؟ جيته قبل كده طبعا. يا نهار اهلا وسهلا. يا عيني يا سناء. طب حضرتك بقى الحاج والحاجة فين امبارح؟ الحاج الله يرحمه. ياه، يعني مش هيقدر يجي معاك النهارده؟ نعم. طبعا. طيب حضرتك والحاجه فين؟ الحاجه لا، انا جيت عشان اخد الجرين لايت بتاعي. ايه ده؟ هتاخد معجون الحلاقه تاني؟ لا، الجرين لايت يعني الاوكي، الاوكي من مدام سناء، وبعد كده انا بقى اجيب الحاجه على طول. يا سلام عليك يا استاذ فتحي، انت مش سهل برضه. أمال إيه، شغل السوبر ماركت برضو علمني إن أوزن الأمور بالجرام. طيب بالنسبة للعروسة، يعني تحب حضرتك أحطها لك في كيس؟ ولا تحب تاخدها سايبة؟ ولا حضرتك مثلاً نخلص الحساب الأول؟ إيه؟ 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 السوبر ماركت؟ هتاخد الباقي كبريت؟ يا سناء، يا سناء. يا اخواتي على الكمال، يا اخوتي والله العظيم حاجة عظيمة جدا والله العظيم. يا اخوتي كماله حلو، كمال الشباب حلو، مبروك يا سنوقة. تضحكي على ايه؟ اي حبيبتي فرحانه لك، فرحانه لك من قلبي. مبروك يا سناء، الف مبروك يا حبيبتي.
يا سعد ويا هناء تلاقيه مش مصدق نفسه انها تخرج وتقعد معاه. طبعا يا ماما ده هيتجنن عليا. يلا يا جماعه انتوا بتعملوا ايه؟ بتحضروا عفريت؟ ما يلا انت لو طلعتي له بالبيجامه الكاستور هيوافق يا ست. ده جدا. ايه ده ايه اللي على رايك ده؟ معلش انا عذراكي، اصل ده اسمه الحب من اول نظره، ما بيحصلش مع اي ستات، بيحصل مع الستات الجميلات الفاتنات اللي زيي بس. فانا عذراكي، شعور غريب عليكي. ما انا نفسي اقول. نفسك تقولي يا رانيا؟ طبعا يا حبيبي، الف مبروك الف مبروك يا سراء يا حبيبتي. الحمد لله. ما تجيبي بوسه يا سراء. هاتي بوس. انت وزعلتي ده من ورا قلبك، تلاقيكي بتغلي كده من جوه عشان العريس هيتجنن عليا. انا بغلي عادل؟ لا يا حبيبتي، بس يا ريت بقى تغلي لنا كوبايتين شاي انا والراجل المرمي بره ده. لا بلاش انا يا عادل. بلاش انت؟ طب حماتي؟ لا جميع، انا ما اقدرش اطلع بره خالص. صدقي بقى ان انتوا ما عندكوش دم، لو انا مطرحكم مش كنت هساعدكم. اسمع من بقك ربنا يا حبيبتي. لا يا اختي فوقي، مش ليك، انا قصدي بنتك. يا ماما ما تتكيش عليهم، دول عمرهم ما هيساعدونا، وخصوصا دي عشان عمرها ما اتحبت من اول نظره. عادل انت ما حبيتنيش من اول نظره؟ لا ازاي يا حبيبتي، انا اتولدت واتولد حبك معايا. تصدقي ما اطلع قصيده زباله. يلا المهم بسرعه يا جماعه، ما تسيبونيش قاعد مع الراجل ده لوحده والنبي. اهلا وسهلا. منور يا استاذ فتحي. يا اهلا وسهلا. معلش العروسة بتجهز يا سيدي، أنا مش عارف على إيه يعني، ده يعني كويس إنها وافقت بيه. أهلاً. أنا نرفز قوي، ممكن أدخل الحمام. إيه ده أنت نرفز الدرجة دي؟ على فكرة أنا ممكن ما أقولكش فين طريق الحمام. لا أوعى أرجوك، أنتوا الخسرانين. طيب خلاص اتفضل حضرتك من هنا كده. هتلف كده هتلاقيه هناك. شكراً. موقف زبالة. موقف زبالة. ايه ملحقتش نفسك؟ الست اللي واقفة في المطبخ دي تبعكم؟ امال يعني جاية مع البوتاجاز؟ مش قصدي، اصل انا حصل بيني وبينها موقف محرج جدا جدا من زمان قوي. لا يا راجل. صدقني موقف محرج قوي. لا يا راجل. ايه اللي حصل؟ كل اللي حصل. قال ايه جابوها لي كعروسة؟ ما استنضفتهاش، ما عجبتنيش خالص. لا يا راجل. ما عجبتكش من ناحية ايه يعني؟ يعني مش التيب بتاعي، وبعدين كلام في سرك مش كويسة. لا يا راجل، مش كويسة ازاي؟ مش كويسة خالص، افهم بقى الحاجات يعني ديت، يعني هنتكلم في ايه؟ ما انت تلقطها على طول، يعني مواضيع حساسة يعني. مش كويسة في ايه؟ وقول بسرعة وأثر بسرعة يا فتحي. هأثر بسرعة. عموما يا أستاذ عادل، هي يعني حاجات كده ما تعديش على الناس المفهومية الفتكاتة اللي زي حضراتي، إنما الرجالة الغش بيتخدعوا فيها، والغشم كتير قوي. الغشم كتير. استنى قاعدين مستني. مساء الخير. مساء النور. ايه اللي ما عجبكش فيها؟ قول لي بسرعه. ملهاش في المطبخ يا استاذ، يعني اللي يجوزها يخس 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 لحد ما يختفي زيي. يا راجل. اتجوزت يا راجل انت؟ اتجوزتنا انا يا سيدي. ايه؟ اتجوزتنا انا. لا يا راجل. استاذن انا بقى. لا استاذن فين؟ اصبر، ده احنا ما صدقنا لقيناك. اتفضل اتفضل اقعد. اتفضل اقعد واشرب الكوبايتين شاي على ما اجي لك. ارجوك. اتفضل. اوكي. ايوه انت كنت عايزني في ايه يا استاذ عادل؟ بص يا فتحي، انا عايزك في موضوع مهم جدا، بس انت ايه اللي شخرمك كده؟ انت رحت الاستاد برضو؟ اكيد رحت ماتش الاهلي مادام في احمر كده. ده مش من الاهلي ولا من الاستاد، ده انا اتقلبت في الشارع بتاعنا. طب وما كلمتش سناء ليه؟ تيجي تاخد حقك يا عم العنتيل. سامل رفاق، روح هات له قهوه بدل المرمطه اللي هو فيها دي. دول القهوه دي بتاعت الكبار، انا هروح اجيب له جنزبيل واحاسب رجاله وارجع تاني. خلاص مشي. قول لي بقى، انا عايز اقصد يا فتحي في موضوع.
موضوع مهم جدا، يعني موضوع مهم جدا. مهم جدا، قوله قوله لي على طول وانا هسمع على طول. قوله. بص يا فتحي. ايوه. تفتكر ازاي الطريقه بتاعه التعامل بين الراجل والست؟ حاجه بسيطه خالص. بص التعامل يختلف يعني. بص هو الراجل راجل والست ست، يعني ده طريقه وده طريقه، يعني اللي يعجب الراجل ما يعجبش الست، واللي يعجب الست ما يعجبش الراجل، وشقلبها هي هي. ايوه، واغسل يداك قبل الاكل وبعده، وهنيالك فاعل الخير والثواب، والبحر بيجوع. انا تهت مش فاهم حاجه، البحر ايه اللي بيجوع؟ ايوه انت اصلك مش فاهمني. يعني تفتكر ازاي الراجل يعامل الست؟ يعني هل ينفع مثلا الست هي اللي تمشي الراجل يا فتحي؟ لا 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 معلش معلش يا استاذ عادل، انا اسف يعني، انا ما اقدرش اتدخل يعني بعلاقتك الشخصيه انت ومدام رانيا نهائي. ما اقدرش اتدخل، لو اتدخلت هبقى انا اللي وحش صدقني، لان هقول حقيقتك، هقول حقيقتك كامله ليها، واقول حقيقتها كامله ليك صدقني، هلخبطكم في بعض وفي الاخر هتزعلوا مني، وانا ما بحبش حد يزعل مني. لا لا لا، انت فاهم غلط خالص، انا ما بتكلمش على رانيا، انا بتكلم على سناء. ايه ده؟ هي سناء كمان بتعمل معاك كده؟ لا 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 تقلقش يا استاذ عادل، انا هكلمها تخف عنها شويه. سناء تعمل معايا انا كده؟ يا ابني افهم بس كويس قوي، انا بيتي ممشيه على العجين ما يلخبطهوش، ما فيش واحده من الست ستات اللي عندي في البيت تقدر تتنفس، واخد بالك؟ تتنفس من غير ما تاخد اذني اصلا. انا بتكلم على علاقتك انت وسناء. انا عارف ان انا قاسي جدا شويه، حبتين صغيرين كبار يمكن مع سناء، بس انا يعني هظبطها ان شاء الله، ما تقلقش عشان خاطر عيونك. فتحي فتحي فتحي، العبط لما بيزيد بيقلب لهبل على طول، عشان كده انا جاي اتكلم معاك بقى في حاجه تانية خالص. انا هجيب لك الخلاصه، هجيب من الاخر. كله. انت يا فتحي لازم تبقى راجل. ايوه قدام سناء. وفي قلبي ساكن حبها، يا ريت يا شو، يا ريت يا شو توصل لها ويحس بيا قلبها. خلاص صبحي يا حبي يا حبي. خلاص يا فتحي يا فتحي، خلاص يا فتحي. بحبها بحبها يا استاذ عادل، بحبها قوي، وكلمة بحبها دي كلمة لا يمكن تعبر خالص عن حبي ليها. أنا بحبها، بحبها حب، بحبها حب، بحبها حب من الحب. انتوا ايه مش حاسين ان انا بحبها حب من الحب؟ بحبها خلاص خلاص، ما دام بتحبها يا اخي لدرجه الجنان اللي انت فيه ده، حسسها برجولتك. شوكها بدقني؟ شوكها بدقني؟ هتستهبل، هو انت عندك دقنه اصلا؟ ايه ده، ما انا بحلقها كل يوم وما بتطلعش. خلاص اضربها بالجزمه. اضرب دقني بالجزمه؟ ما هي وشي يوجعني. فتحي فتحي روح يا فتحي، روح يا فتحي، انت مفيش فايده فيك، اتكل على الله. اتكل على روح فين؟ اتكل على الله، امشي يا فتحي، انا مش ناقصك بجد بجد. مش ناقصك. انا فهمتك، انا فهمتك، انا فهمتك فهمتك. صح صح، انت عايزني اوري سناء الوش التاني. وانت عندك وش اولاني اصلا. اتكل على الله، اتكل على الله، امشي امشي، اخرج بره البازار. اخرج بازار؟ بازار ايه اللي اخرج منه انا؟ اخرج من هنا، اخرج من عندنا يعني. ايوه فين البازار اللي اخرج منه؟ هو ده اسمه بازار. يلا اتكل على الله يا فتحي. ايه ده البازار ده؟ كنت فاكره دكان. يلا يا فتحي، يلا يا فتحي، ما تخلينيش الغي رايي. يلا لا 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 يا حبيبي، اتكل على الله يا استاذ عادل. يلا يلا خلاص، حلوه البوسه. متشكر والله على كل اللي انت عملته معايا. يلا حاضر حاضر، خليك كله زي ما هو اهو. شاكرين يا استاذ عادل، اشكرك جدا والله. اللي رجعت تاني قلت اجي اقعد معاك شويه، اسكت كده بس. لا وايه اللي قعدك معايا؟ تكرع الله، العيال اللي ضربوني لسه واقفين بره. واقفين بره؟ ولا تعالى يالا، تعالوا هنا يالا.
انت مخبيه عليا حاجه؟ انا مخبيه عليكي حاجه؟ مش ممكن طبعا يا بنتي، ما الاكل عندك على الترابيزه كله مش مخبيه. يا رانيا يا بنت مجيده، ده انا الف 30 واحده زيك حوالين صباع رجلي الصغير. على فكره بقى انا مفيش 30 واحده مني، انا رانيا واحده بس في الدنيا كلها. في سر مخبيه عليا انا اطلاقا. طب عيني في عينك كده. يا سلام. انت عرفتي ازاي؟ يا بنتي انت ناسيه انا استاذه علم نفس، يعني الحاجات دي افهمها عادي، وانت مش محتاجه لا علم نفس ولا حتى ربع كتاب. بصراحه يعني انا مخبيه عليكي حاجه بس مش هقدر اقولها لك. طب ايه رايك تقولي على الحاجه ديت وتبقى سر بينا، يا اما يا اما اديكي قلم على وشك ينسيكي كل اللي فات من حياتك. محسن طلع يكرح لعادل البازار وطلب منه ان هو يردك، بس عادل رفض. محسن؟ طب ايه رايك يبقى الموضوع ده سر بينا وما تقوليش لعادل انك قلتيلي. يا بنتي انت بتهرجي، انت بتهرجي بحياه ربنا بجد يا سناء، انا امينه الاسرار في البيت ده. ما انا عارفه انت اي حاجه بتسمعيها مش ممكن تقوليها ابدا لحد. يعني خزينه اسرار. السلام عليكم. ايه ده يا رانيا مخبيه ايه عليا؟ انا مخبيه حاجه حالي؟ انا مخبيه حاجه؟ حرام عليكم يا جماعه، حرام عليكم، مالكم كلكم النهارده بتقولوا ان انا مخبيه حاجه ليه؟ حرام عليكم يا جماعه، يبقى اكيد مخبيه حاجه. تعالي وريني، عيني في عينك، تعالي مخبيه ايه؟ اصل الصراحه يعني سناء عرفت ان طليقها محسن جالك البازار وانت رفضت ان انت تردها. ده لا يمكن ابدا يحصل. ليه يا طنط بس ليه؟ ما احنا عايزين نخلص من سناء فنجوزها اي حد وتفك عننا شويه. ده محسن ده ندل وجبان وواطي، ده ياما عمل فيها وبعدين اتجوز عليها. انا ما انساش يوم ما رحت ازورهم قعد يطفح وياكل وانا واقفه جعانه وما ساعدش فيا، ده بيدفعها مواصلاته وهي معاه. لا يمكن ابدا. ما تقلقيش يا ماما، سناء مش هتتجوز محسن طول ما انا عايش. بقى كده يا رانيا خش انت بقى يا ماما، ريحي في اوضتك بدل ما انت كنت نايمه انا اهو على الكنبه. بقى كده يا رانيا، بقى كده تقولي لسناء. ماشي يا رانيا ماشي. عادل اقعد. عادل انت ما قلتليش ليه ان محسن جالك البازار؟ انا شايف البراد على البوتاجاز هروح الحقه قبل ما يفور ويولع الدنيا. المطبخ من هنا مش من هنا. رانيا رانيا اروح انا بقى الحق الشاي فعلا قبل ما يبوظ. انت هتستعبط. نعم نعم خير. كل الخير. سناء بصي انا هتكلم معاكي بس بالذوق. انا اللي هتكلم معاك. كل انك قويني ببيتك ده ما يديلكش الحق انك تتدخل في حياتي وتمشي في الممنوع وتركن فيها بالطريقه دي. قويكي في بيتي ايه يا سناء يا حبيبتي؟ انت اختي. لا لا قويني وجميله وانا شايلاها في رقبتي ومتشكره جدا، لكن لما طليق يجي لك ويعوز يردني تاخد رايي الاول مش ترد كده من دماغك. اه صح برضو لازم اخد رايك فعلا. وما تعملش 10 رجاله عليا. اه 10 رجاله ايه ولا 100 راجل ينفع طبعا. ولا انت ولا 100,000 راجل يقدروا يمشوا كلمتهم عليا. ولا بلد بكامله يعني حد يقدر يمشي كلمته عليكي. يعني انا وفتحي اتفقنا على كده على فكره. فتحي؟ ايه اللي جاب سيرة فتحي دلوقتي؟ انت عملت ايه انت وفتحي النهارده؟ مين قال فتحي؟ انت دلوقتي قلت فتحي. لا انا بقول بالنسبه لفتحي يعني كنت باصي عليك يا سناء. موضوع محسن موضوع فتحي مالكش دعوه بالمواضيع دي خالص. حاضر تأمري بحاجه تانية؟ اتجوز فتحي ارجع لمحسن شيء ما يخصكش وما تفكرش في مواضيعي وما تاخدش فيها اي قرار. فاهم؟ فاهم طبعا يعني، بس حضرتك يعني تتجوزي فتحي ومحسن اتنين مع بعض يعني غلط طبعا يعني. شيء ما يخصكش شيء ما ما تفتحش بقك في الموضوع دوت ولا تفكر فيه حتى جوه في دماغك حتى في سرك. وانا لو فكرت فيه في سر يعني هتعرفي انت ازاي؟ هيبان على قفاك يا سي عادل. طيب عايزه مني حاجه ولا خلاص ولا ايه؟ بالسلامه. ماشي مع السلامه. يا رانيا فين الشاي يا رانيا؟ لا انا راجل البيت هطلب الشاي، الشاي يجي.
موسم التزاوج لهذا الحيوان تتنافس الذكور على إرضاء الأنثى بشتى الطرق، فتتناطح الذكور وتتعارك بدموية. يلا خليهم يقطعوا بعض. تحبي أقول لك كنت فين يا نوجة؟ وتقولي لي ليه أنا كنت فين؟ أنا عارفة كويس أنا كنت فين يا سوسو. تحبي أقول لك كنت بتعملي إيه يا نوجة؟ برضه أنا عارفة يا سوسو أنا كنت بعمل إيه؟ ويا ترى أمك يا نوجة؟ ولا بلاش أمك، هي مش فارقة معاها. يا ترى جوز أختك يا نوجة كان عارف إنك في حفلة ميد نايت، حفلة سينما مع راجل متجوز؟ لا يا سوسو يا حبيبتي، أنا بصراحة كده ما أعتقدش خالص إنه عنده فكرة بأي حاجة. يا ليلة الأدب، أنا اللي اسمي مخطوبة بروح حفلة من 6 لـ9، أنت داخلة ميد نايت يا بتحة؟ ده أنا هجر راسك، هفضحك. يا عادل! بس يا عادل! بس يا عادل! بس أبوس إيديكي، بطلي بقى، ما تقوليش لحد. سيبك من إيديا وبوس رجليا. أنت عايزة مني إيه؟ وكملكات النحل تقوم أنثى هذا الحيوان بتسخير أفراد من القطيع لخدمتها، في حين تستلقي على ظهرها في استرخاء في بركة من الوحل. هو في وحل أكتر من اللي احنا فيه ده؟ يلا نجرب. اعملي كوباية شاي سخنة عشان اللي اسمه فتحي ده قلبي نافوخي. يلا شهلي. استني وريني ايدك اللي بيها. لا 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 سناء، دي بتوجع قوي. اخص عليك يا نوجة، انا يا حبيبتي اذيكي؟ انا اضربك؟ ده انت زي اختي الصغيرة. المانيكير الجميل ده بتاع امك؟ ايوه. طب يلا يا حبيبتي انجري ادخلي اوضه مامتك، هتلاقيها مخبية ازازة المانيكير تحت المخدة، تجيبها لي عشان عايزة احط منها، وبعد كده تنجري تمسحي المانيكير من ايدك عشان ما بحبش حد يحط نفس اللون اللي انا حطاه. حاضر. شهلي.